مرحبا بي ماي جيست، بيطل عليكم بحلقه جديده لليوم. واليوم ضيفتنا لاول مره بتشوفوها، بس اكيد مش رح تكون اخر مره، لان رح تكون ضيفتنا بعده حلقات. واهم شيء انه تعملوا لها فولو على انستغرام @mamazikitchen حتى يكون عندكم ريسيبتات طيبه هينه، والاهم انه ما تكون بتكلف كثير، خاصه بهالايام يلي عم نعيشها. زينه جبرائيل حداد صديقتي من ايام الجامعه، واليوم عم نرجع نتلاقى هون على البلاتو. اهلا وسهلا فيك زينه. ميرسي ميرسي كثير. وانا كمان كثير مبسوطه اني معك فاينلي، يعني عم جربك دي. وثانك يو اول شيء لانك شجعتيني كثير من الاول، وانك بتحب الاكونت، يعني كثير حلو الاكونت. وبدي اقول لكل الناس يتابعونا ويتابعوا هالاكونت، لانه عم نحكي عن كثير اشياء هينه، اشياء بتنعمل بالبيت من المنقوشه لاضخم طبخه. ممكن نكون اوقات ست البيت تعتى الهم، بتصير تقول انه هالطبخه اكيد بتاخذ وقت وكيف ممكن اعملها وما بعرف اعملها، بس اليوم بوجود الانستغرام والاكونتات يلي مثل اكونتك قد هين وببسط الاشياء وستيب باي ستيب، خلص صرت هينه على مزبوط البسط. يعني وبس تشوف القصص مفصله قدامك ما بتعود انه تعتلي هم، خصوصا اللي مبلشين جديد، انه بقول لك ايه انا هي الطبخه صعبه علي، بس اذا بيمشي هيك ستيب باي ستيب مثل ما نحن بنحط يعني انا وغيري بلاقيها كثير هينه. صح. وبس تكوني محضره الاشياء من قبل بوقت، ان كان بالفريزر او كاسوس او حيلا شيء، سو تطبيق الطبخه كثير بتصير اهون كثير. لكل اللي مجوزين جديد او ما كثير بحبوا المطبخ صاروا مضطرين بزمن كورونا يطبخوا او يحضروا اكلات طيبه، ماما زي كيتشن هو عنوان عن جد حلو تتعملوا له فولو، مش بس لانها صديقتي، بس لانه عن جد الاشياء كثير طيبه وهينه وما بتكلف كثير. واليوم عم نقول يعني لكن وين صرنا بزمن نقول ما بتكلف كثير، لانه الناس كلها تعبانه، الحاله الماديه عندها، وناس عم تقبض نص معاش وناس يمكن ما عم تقبض، بس من حواضر البيت قادرين نعمل شيء حلو. واهم شيء البرزنتاسيون اللي رح نرجع نحكي عنها انه زينه كثير مشهوره فيها. بس قبل خبرينا كيف طلعت فكره الاكونت، ومن اي متى اكتشفت انه بتطبخي اشياء طيبه؟ ليك رنا، انا بلقيت حالي فجاه بالحياه انه انا مجبوره اطبخ. يعني الحياه تحملك اوقات مسؤوليات بتكون انت بعدك بعمر كثير صغير. صح. فلقيت حالي مجبوره انا اطبخ لبيي واخواتي، فبحكم الظروف يعني. وحبيت يعني حبيت انه جرب الاشياء، كنت اعمل يعني كنت بعمر كثير صغير 13 14، حب انا اعمل الملوخيه، بصير يقولوا لي انه صعبه وشو بدك فيها وهيك، بس انا بحب جرب هالاشياء يعني. وبلشت هيك شوي شوي، وبعدين بس تزوجت كمان ومع الاولاد ما فيكي ما تكوني عم تعملي اكل صحي. صح. وطبخ يعني اكثر شيء طبخ، يعني انا بشدد عليه للاولاد، غير الاشياء الابيتايزرز، غير الاشياء اللي عندك على العزايم بتحضريها، بس الطبخ كثير مهم خصوصي للاولاد يعني. صح. فانا الحمد لله اولادي عودتهم على هالامور هيدي من الاول، وبلشت كمان مع الاولاد اعياد الميلاد، التفاصيل، السلادات، المعجنات، كل هول الاشياء اعملهم اياهم انا بايدي بالبيت يعني. أوكي. وحببني اكثر بهذا الشيء حماتي، يعني هي امه لجوزي كمان اللي بتعمل كثير اشياء من هالاشياء. نحن كثير عندنا هذا الفكره انه ليش اذا قادرين نعملها بدنا نطلبها من برا، واذا بدنا نطلبها حنكون عم نطلبها من حدا ست بيت. صح. هي بتعمل بالبيت هذا الشيء بقى، هيك بلشنا نحن بالبيت 100%. فهيك بلشت وصاروا يلا انه افتحي بيج، وفي كثير في كثير ناس بتحب تشوفك وبتشوف غيرك بنفس الوقت، فهيك كانت هيك صدفة يعني وبلشنا. عن جد زينة اليوم عالم المطبخ صار كثير هين. كنت عم بقول اول حلقة انه في كثير ناس بيستصعبوا انه كيف بدي افوت على المطبخ، كيف بدي ابلش، ما بعرف اعمل هيك، بس اليوم صار هين. ليكي هلا الفترة اللي عشناها بالبيوت يعني حتى اللي هي جبرت تستصعب الموضوع جربت ولا لقيت انه فيها تعمل هيك، وايه انجبروا، بس في ناس كثير حبت يعني. صح. حسينا انه عم بجربوا اشياء جديدة، القصص قديمة يمكن ستات كانوا يعملوها، ان كان لبنه، جبنه، لبن بالبيت يعني. انا ما كنت بتخيل حدا من رفقاتي ممكن ونحن بعمرنا يعني ممكن نلاقي حالنا عم نقطع لبنه بالبيت او عم نعمل جبنه. صح. وهذا شيء كثير حلو وكثير طيب يعني. صح. والاهم انه عارفين شو حاطين فيه. صح. وشغلينه بحب للاولاد وللعائله، هيدا اهم ما في الموضوع. زينا اليوم كثار من الناس اكيد عم بيحضرونا عاملين لك فولو اوريدي، كيف تطلع بالافكار؟ يعني اليوم بتقولي بدي اعمل مجدره ولا لا بدي اعمل فروج محشي ولا لا بدي اعمل دسات، كيف تطلع معك الفكره؟ ليكي اوقات بكون عم فكر بالويك اند انه خلال هالاسبوع شو بدي اعمل كذا شغله، انا كثير بشدد على شغله انه يكون عندي بالاسبوع يومين يكون عندي اكل قاطع، يعني بلا لحمه بلا دجاج، ونهار عندي سمك. أوكي. ان كان سمك عادي، تونه، طبق فيه سمك، فيليات، حيلا، بس انا لانه بجرب اقسم هيدا الموضوع للاولاد. هلا الدسات كنت اعمل كثير
اكثر يعني من هلا هالفتره مع الاولاد والتدريس شوي كنا عم ننضغط. بحب اعمل هالاشياء، بفكر وبقول انا مثلا هلا عندي بالخزانه بالفريزر بالبراد يعني شو هالانجريدينتس اللي عندي ممكن انا اعمل منهم شيء هاي الاسبوع يعني. وبعمل كثير اشياء مثل مونه للدسير مثل مربيات مثل هيك اشياء خصوصي هلا بالمواسم، فبلش حضرها وبالشتويه بقول اه عندي مربى لتدو مثلا سابلي او خلينا نعمل تارت او عرفتي بكون حلو. الاساس موجود 100% كثير حلو زينة اللي بنلاقيه كمان عندك بالبيج، واللي بيميز هيدا البيج انه اليوم ستات البيوت يلي بيجيون مثلا مشمش كثير فراز كثير وبيعملوا مربى انت بنشوفك عم تعمليها قدامنا وهينه هالقد هينه يعني بتهيني لنا الامور. مثلا من زمان انا بتذكر امي وقت كنا صغار تقول انه نعمل مربى يبقى نهار اللي يعني ان شاء الله يخلص مزبوط. انا هيك نفس الشيء كنت انه قد هين صار لانه قبل يمكن كنا نعمل كميه كبيره كنا يعني اذا بدك تعمل مربى المشمش يعني لازم تجيبي قفص او اثنين مربى يعني كذا كيلو، بالوقت اللي انت اذا بدك تعملي مرتبانين للبيت فيك تجيب 2 3 كيلو مشمش وتعمليهم بساعتين زمان، ما بتكوني لا كركبتي مطبخك كله ولا عجقتي حالك وبنفس الوقت خلصتي وطلع عندك. يعني انت اذا بتفكري شو بدك تعملي كانواع مربيات انه قد بياكل الانسان مربى بالسنه كلها خصوصا اذا كان عندك كذا نوع فعندك مرتبانين مشمش 2 فراز 2 تفاح يمكن صار عندك مور ذان اناف لك يعني كعائله وما بتكوني عن جد استصعبت الفكره هي ما بتكون يعني. كلفتك كثير 100% ايه انه ليش بدي اعمل انا 20 مرتبان مربى نحطهم ورا الخزانه ايه ونشمعهم ونحطهم يضلوا من سنه لسنه لسنه واول ما تجوزت بعتت لي كرتونه مليانه مربيات بقيت شي سنتين بالبيت ما حدا ياكل منها بس مشهد تحيه هلا كثير ناس عم بيرجعوا على حتى على المربيات يمكن بس احيانا احيانا واوفر من الاشياء احيانا لانه كنا عم نشوف يعني الشغله انت بس تشوفيها مره واثنين وثلاثه قدامك وغيرك عم بيعملها بتلاقي لا انه انا سهله انه في اعملها مش غلط يعني بقى بتصير اهون الامور عليك. اوكي عملت مربى المشمش من فتره المشمش عملت فراز موجودين على البيج بليز اعملوا فولو الفراز هلا قريبا حتنزل عملتهم بطريقه هينه. انا في كثير ناس بزيدوا عليهم انجريدينتس ثانيين في كثير ناس يمكن كمان بيطلعوا كثير طيبين بس انا بخلي الريسات هي البيزك الاساسيه يعني ريسات ستي ريسات امي مش المفزلكه يعني. لا في انا اتفزلك فيها بعدين بس أوكي. الباز هي لنحنا الفكره انه انا اعلم مثل ما كنت مع رفقاتي بيقولوا لي كمان انه انت هي كثير بتهيني لنا القصه انه كيف هي يا عمي ايه هي هين الفكره اذا بتمشي step by step وهيك على البيج نفس الشيء عم نعمل. خبرينا عم مربى المشمش بما انه هلا موسم يلا كيف بنعمل مربى المشمش اول كثير هين هو مشي تو انجريدينتس هو من المربيات اللي عن جد هينه ما بدك تزيدي لها اشياء سكر ومشمش ذاتس ات. انا اللي بعمله حتى ما بقطع المشمش يعني بجرب انه اكون عم بشتري مشمش مستوي العجوه اللي فيه بتقيميها في اسم معين يعني بسموه ام حسين او شيء المشمش يعني هو بيكون اوريدي مستوي وعجوته كثير هينه تنشال عنه أوكي. مثل ما هي بتركها ما هي اكيد اكيد بيتغسلوا بالاول بيتنشفوا وبعدين بنشيل العجوه منهم بتنقشف اثنين يعني الحبه وبتنحط تقريبا انا اللي بعتمده كنا قبل مثل هلا عم نرجع هيك بالكوانتيتي نزول السكر مثلا كانوا قبل يقولوا لي كيلو مشمش بتحطي له كيلو سكر سو رجعنا صرنا 900 800 جرام انا هلا اعتمدت 600 جرام اوكي لقيتها كثير هينه انا بفضل هيك احكي بالكيلو والجرام للمشمش لانه انه انت رح مش رح تعملي وقتين رح تعملي 2 3 كيلو سو 2 3 كيلو مشمش اللي انا عملتهم اكزاكتلي 3 كيلو بيعملوا لك 5 مرطبين مربى سو مور ذان اناف لمونتك انت الكيلو إيه. لا مش الكيلو تقريبا 700 جرام المرطبين اوكي يعني هذا الابيض انا قصدي لا ايه الصغير اوكي بيعملوا لك 3 مرطبين كبار تبع 3 كيلو اوكي سو الكيلو مشمش بدك تحطي له 600 جرام سكر اوكي بينحطوا بالطنجره وبينتركوا هيك بلا غلي شي نص ساعه هيك تياخذوا بعضهم ويذوب السكر على مهله بعدين بتبلشي تغلي اوكي بدك المشمش والمربيات اجمالا يعني كثير مهم انك تضلك حدا مش انه نحطها على النار ونتركها انه بنشتغل اشياء ثانيه بس نفس الوقت بنضلنا عم نحرك عيننا عليها تما تلزق تما تعمل وبننتبه انه هي بتعمل رغوه يعني أوكي. بس يبلش يغلي المشمش بتعمل رغوه قويه سو هالرغوه بتنشال بحيالها شيء هيك مصفايه بتشيليها وبيغلي هلا في طريقه علمتني اياها حماتي تتعرفي كيف انه خلص المشمش انه خلص انه صار فيك تطفي انه بالاخر انت بس تشوفي انه عقد على بعضه بتشيلي نتفه ملقعه بتحطيها بصحن بالبراد 5 دقائق او بالفريزر اذا كنت كثير مستعجله تتشوفي اذا نشف
وانس شلتيها من الصحن هيدا من الفريزر وعملتيه هيك ايه اذا ضل عم بنقط لتحت يعني بحاجه انه بعد بده اذا حسيتي لا شادد عم ينزل هيك شوي شوي يعني المربى مشي حاله بتطفي عنه دغري بنسكبه سخن اوكي سو بنسكبه سخن بالمرطبين هون عمليه شوي ثقيله يعني بنسكبه مسك المرطبين ونطبه على وجهه هيدا حتى يضغط هلا قبل قديما مثلا بتذكر ستي كانت تشمع المربى تحط له شمع من وجهه ويحطه برا بالشمس يوم او اثنين او هيك حتى خلص من بعدها بتسكره وهي طريقه كثير منيحه يعني كانت عن جد تزبط اللي بيعملها هيك يعني بيقدر يعملها إيه لا ولا انت بتعمليه بتسكبيه سخن بتطبيه ساعتين زمان او لثاني يوم ترجع بتشيليه وبتضبي بالخزانه صار عندك مربى المشمش مدام ومن اشياء انت عملتيها والولاد ساعدوك فيها خلينا نقول هلا بوجود البيت الاولاد بالبيت صار لهم شهور يعني حلو انه نخلي الاولاد تساعدنا هلا احنا نحكي شوي عن الاكل اللي لازم نحطه بالفريزر بس الاولاد مهم انه هن يفقوا المشمش بحس حالهم انا 100% بجرب اعمل هذا الشيء معهم خصوصا مثلا الاشياء اللي بدنا نحطها كمان مثل ما قلت بالفريزر وحده من الاشياء اللي عملناها مع الاولاد هي البازيلا انه الموضوع هين ما هن بيتسلوا بضيعوا وقت ساعتين ثلاثه انت بنفس الوقت انت بتستفيدي يعني بكونوا هن فقوا لك البازيلا او فقوا لك الفاصوليا بكره بعد شوي بيصير موسم العيشه خانه والفاصوليا كمان بفرز منها مهم انه هن يشتغلوا فيهم بيعرفوا كمان وبعدين هي ذكرى لهم لبعدين يعني مثل ما نحن هلا عم نحكي عن امي وستي وستك وهيك بكره بيصيروا بيحكوا انه نحن كنا نعمل هيك وهن بيصيروا يتعودوا ما هيك بالنهايه الولد انت بدك تعلميه على الاشياء صح 100% كان بدي اقول شغله انه اليوم في ناس بيفكروا انه بس نحن بنعمل اشياء بالبيت تنوفر هيك كنا نفكر من زمان اليوم بزمن كورونا صرنا نقول تنوفر اكيد هيدا نمبر 1 اكيد نمبر 2 انه صرنا نعرف شو محطوط بهالمرطبين ان كان مشمش او اشياء ثانيه ونمبر 3 انه نقدر نعرف نحن قديش بحاجه ونعمل لانه من زمان عقيم اهلنا كانوا انه يعملوا كثير انا بتذكر كانوا يوزعوا كمان كانوا كل ما يجي حدا تحملي في مرتبنين من كل شيء وهيك هلا اليوم بما انه كل واحد صار ملهي بحاله وانجا قايم بعائلته مهم انه نعمل اشياء نحن خاصه انه المشمش بس ينزل سعره عم نعطي اكزامبل هلا لانه 100% لانه هلا بلش ايه بس ينزل سعره بصير كثير رخيص بصير العالم قادره تجيب لانه مرتبين المربى ما في تحت ال 10000 او 12000 كمان البازيلا امبارحه ساقبت بالسوق انا قطعت من حد ستاند حسيت حالي ما قشعت منيح رجعت لقيت انه علبه البازيلا يلي هي الكبيره بلا خضره بس هي البازيلا صارت ب 10500 وبغير محلات عم تنباع ب 12000 طيب اليوم صاحب السوبر ماركت هالقد عم بغلي هالقد عن جد عم بيجلد المواطن للأسف. اللي ما عم بيقدر بقى يدفع حق طبخه صح. صارت 20000 في عيال هيدا كان ما بتكفيهم يعني بحاجه يعملوا اكبر صح. يعني الطبخه صارت عم بتكلف كثير فانا مشان هيك يعني على طول بنحكي بالموضوع وبشدد على انه هول الاشياء نستفيد منهم باخر موسمه يعني مثل البازيلا باخر موسمها يعني نحن بنعرف انه بتبلش البازيلا الكيلو يمكن 5000 6000 بيكون بعده اخضر هيك بتاكليه ني بس باخر الموسم توصل على 1750 حتى اوقات هلا بهالفتره مهم انك تجيبي بازيلا اول شيء بتكون القشره تبعها صارت هينه تتفقى بتنشف كثير انت عم تاخذي الكميه اللي بدك اياها من البازيلا مفرزه اكثر بكثير من العلبه اللي بتجيبيها او من الكيس المجلد اللي انت عم تشتريه واوفر بكثير نفس الوقت يعني طبختك كلها ما بتعود تكلفك هيك وبالشتويه ما في بازيلا ليش انت يعني خصوصا للست اللي بتشتغل بالشتاء اللي بدها تقوم بكير مع اولادها وتظهر وترجع معهم كمان هيدي دغري اذا عندها اياه هذا الكيس بالفريزر فالطبخه تبعها ما بتاخذ كثير وقت صح. عندها فكره موجوده ما بتعطلهم شو بدي اعمل شو بدي اطبخ يعني البازيلا وغير اشياء يعني نحن هلا عم نذكر البازيلا 100% زينه كل شيء بتحطيه على البيج بيكون ملفت بطريقه التزيين على طول في ورد على طول في الوان حلوه على طول في مثلا امبارحه شو عامله شيء كثير طيب عن جد كثير كثير طيب وهين ينعمل صح نرجع بقول هين ينعمل هين ومش كثير معمول يعني نحن بنعرف مثلا هيدا اللي عملناها عم نحكي عن الموتزاريلا والباستو صوص يعني بنعرف نحن انه بس تقولي موتزاريلا هي باستو صوص اختها مثل ما بيقولوا يعني رز ولبن باستو بقى ايه وبعد بندوره فنحن دائما بناخذ هيدا الشيء بطريقه سلاد بطريقه هيك انتري بالاول ولا مره فكرنا نحن يمكن اللي حوالينا او اصحابنا ولا مره فكرنا انه نفوتها على الفرن
ونشويها هي بالنهايه جبنه ونشوف كيف بتطلع وطلعت كثير كثير طيبه. شو حطيتي من فوق؟ نوع جبنه تاني؟ نوع جبنه ثاني مدخن هو كمان موتزاريلا بس مدخن سموكت بس بتنعمل بليها حتى كمان مجرد ما انت تفوت الموتزاريلا على الفرن فهي عم تعمل لحالها وتستوي ومع البندوره 100% مع الطماط سوريز اللي معها او حيالها نوع بندوره ما ضروري طماط سوريز انا كثير بجرب انه شو عندك بالبيت فيك تعملي منه صح. يعني البندوره العاديه مع شويه حبق انت بس انا مثلا بالبيت. شغل البيت كثير هينه انه يكون عندك اياهم بالفريزر بكيوبز مجلدين بتشيلي بتحطي بتغلطيها وبتحطيها على الفرن. كثير هين اليوم انه نفرز الاشياء مثل ما قلنا كل انواع الخضره تقريبا تتفرز. عنا جزر عنا البطاطا عنا لا البطاطا بتدال بس في ناس بيعملوها البامية الفاصوليا البازلا الفول في منهم يعني بحبوا يطبخوا رز بفول او شيء كمان بتتفرز السبانخ السلق نحن بنعرف انه السلق كمان موسمه مش كتير كبير انا من وراء ابني لانه قد ما بحب الاكل اللي بسلق يعني والاشياء الخضراء كان سبانخ ملوخيه سلق موجودين دائما عندي بالفريزر بالموسم تبعهم بيكونوا خضر بيكونوا عن جد يعني ليش تشتري فروزن سبانخ اللي هي ممكن بدك كذا كيس تتعمل لك الكونتيتي اللي انت بدك اياها فكله اكيد مش لميزه يعني هي زينة من مين بتستوحي؟ ليك الطبخ بحب اتعلم الطبخات الكبيره مثل ما قلت من حماتي من القرايب اللي هن بيطبخوا طبخات كبيره يعني اللي بيكونوا بالعمر انه انت انا بتضحكوا علي يمكن حتى بعض القراب مني انه كيف بدك تتعلمي الفوارغ لا نزلت عند حماتي وجبتهم وتعلمنا كيف وقلت لها انه كثير بتحب تعمل لدرجه انه بجرب اعملها بالبيت ممكن اطبخها نحن بعمرنا وبجيلنا ما بتلاقي كثير عالم غير افكار بستوحيها من شو عندي بحب اعمل تان يعني مثلا انا اذا عندي صاحباتي لتسي يمكن ترويقه صغيره او برانش هيك صغير بحب اكون عامله سات معين بحب استوحي مثلا انا بدي بلش انه انا اليوم ترويقتي اللبنانيه سو شو معقول اعمل اشياء او من عشيه مثلا ليتس دو مثلا مكسيكان نايت سو بجرب يكون الاكلات تبعي معقول هالمكسيكان نايت قد ايش هيتونا فيها يعني بتحرقسونا فيها على انستا هي قريبا فبحب هيدا يكون لاحق بعضه ما بحب انه اعمل ساعه سلاد من هون ساعه لا يا بده يكون ايطاليان كل شيء يا اما مكسيكان كل شيء او لبناني كل شيء هيك بحب ما بحب اخلط حلو هيك احلى اصلا واطيب بتحسي بتحسي يعني ما معقول في ايدنتيتي للقعده عرفتي هيك ما بعرف انا هيك زينة اليوم عندك ثلاث اولاد اسم الله وجوزك اكيد نجرون تحية كيف تلحقي بين شغلك وخلينا نقول انه حضرتك درس اعلام كمان وبتساعد جوزك بشغله والبيج والاولاد كيف تصمعتك؟ الموضوع صعب ما بقلك هين يعني خصوصا باول فترة وقتها كنت كمان مضغوطة اكتر بالشغل هلأ شوي الوضع خف نتفي الاشياء اللي كنت اشتغل عليها خفت يعني هلأ عم اشتغل على غير اشياء البيج كنت نظم الموضوع بس يروحوا الاولاد على المدرسه سو كان عندي قبل الظهر وقت لالي للبيج قبل ما ارجع انا اروح على شغلي لانه بوعى كثير بكير مع الاولاد وكنا عم ننسق هلا مع الاولاد بالبيت وهيك فعم بسرق الوقت سرقه اذا فينا نقول عن جد بس دائما بجرب انه اتليست مرتين او ثلاثه بالاسبوع يكون عم صور شيء او عندي شيء ريسبي بدي انزلها وما ضروري كل يوم لانه اذا بدي احط هذا ستريس على حالي حاتعب وما حكون عم بعمل شيء انا بحبه يعني انا بحب اعمل القصص انا مرتاحه انه بالنهايه هيدا هوبي وهيدا شيء انا بحب فرجيه للعالم بس ماني مجبوره انه اعمل هيدا الشيء كل يوم وفي ناس بتلتزم فيه وبرافو يعني بيقدروا يعملوا هيدا الالتزام انا بعدني شوي عم بجرب كون انه ما عم بقصر بولا مطرح حلو زينة كيف يعني كيف تلمسي تفاعل الناس معك والفولورز يعني اليوم جربنا طبخة عملنا لك مانشن قلنا لك طيبة بدها ملح بدها بيجيك كومنتس بيجيني كتير كومنتس بيجيني قصص كمان بتفاجأ فيها أوقات على الأشياء السيمبل الريسيبيز الهينة مثلا في عندي ريسيبي من الأشياء اللي كتير العالم جربوها كتير يعني اللي هي كعكة دبس بسكويت دبس يعني أنا عملتها كمان إيه مثلا هيدا الشيء إنه إنجريدينز كتير بسيطين موجودين عنا وين ما كان بعيد ما فيها سكر ما فيها أشياء كتير عرفتي انه شيء خفيف وهي ممكن تعمليه بثلاث دقائق بالبيت، هيدي الريسبي كثير تجربت يعني اجاني كومنتس عنها تفاجأت فيها صراحه لانه ما توقعت هالقد انه شيء هيدي يمكن كثير قديمه وانا ما كنت بعرفها،
فعلموني اياها يعني عن جديد، وتفاجأت انه العالم بتحب الاشياء اللي كثير هينه. ايه صح، عرفتي؟ وما بدها 100,000 انجريديان. ايه خاصه مع الاسعار هلا، لانه صارت فواكات 100%. عندك زيت طحين موجودين معنا بالبيت، شو ما صار راح يكونوا موجودين، ودبس ذاتس ات يعني هيدي هي. وكانت كثير طيبه. انا بتذكر انه من اطيب الاشياء اللي عملتها واللي كل العائله اكلت منها. ايه يعني هالاشياء الهينه والصغيره اللي انت اصلا ما بتكوني متوقعه انه هيدي رح تعجب العالم. 100% تضرب. زينا، بعرف كمان انه في كثير ناس اليوم عندهم بيجز خاصة بالأكل، وهن صاروا إذا فينا نقول إنفلونسرز عن جد بحياتنا. بنوجه لهم تحية كلهم. ثلاث أرباعهم كانوا ضيوفنا قبل على هالبلاتو، وبعد رح يجي أكيد ناس كتار. بس كتير بحب كل مرة بس يطلع حدا منكم، بحب هالعلاقة الحلوة بين بعضكم. أكيد يمكن في منافسة حلوة بس ما منشوفها بغير دمان. يا ريت تنقلوها للسياسيين شي شوي هيدي المنافسة. يعني لأنه كلكم بتزقفوا لكلكم يعني. صح. إذا حدا عمل شي حلو أنتم بتعملوا له شير على البيج تبعكم، هيدا الشيء ما بنلاقيه والمكان. ما بتلاقيه والمكان مظبوط ومثاقب يعني. هلا ما بعرف إذا هي صدفة أو إنه عن جد الأكل بيجمع الناس، مش بس بيجمع هيك الأصحاب والكذا. في ناس هي عندها نفسية كمان حلوة بتساعد. صح. على هيدا الموضوع يعني، والحمد لله ثاقب إنه كذا حدا من الصبايا، معظمهم إذا فينا نقول عندهم هيدا النفسية الحلوة، وبنحب ننجح مع بعض يعني. بنزقف لبعضنا ونوقف حد بعض يعني. كان حيلا حدا ما فيك أنت كمان بالآخر عم تشوفي شيء حلو، ما فيك تقولي انه او تتغاضي عنه او ما تعملي له منشن او ما تفرجي المتابعين تبعك انه عن جد هالشخص الثاني عم يعمل اشياء حلوه ومش غلط. بالنهايه نحن كلنا عم ننجح مع بعض وما اخذين شيء من درب حدا يعني. صح 100%. بس عاده ما بنشوف هيك بالاكونتات، بنشوف غيره، بنشوف ما تعملي له فولو، بنشوف مش طيبين اكيد. صح. العكس كتير حلو. في مجموعة نحنا يمكن إذا بدك بلشنا شوي مع بعض وحبينا نشجع بعض وهيك مستمرين يعني، وعم نكبر سوا مثل ما كذا مرة يعني حكيت أنا والصبايا عن جد عم نكبر سوا، وهذا شيء حلو. هذا بساعدنا انه نكبر، مش انه نضلنا نكسر ببعض. هذا الشيء ما يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بتكونوا قدوه للسياسيين ببلدنا يلي واحد ناطر الثاني طول تا ينزعلوا الطبخه يلي بكون عاملها. واهم شيء هلا يكون عنا عن جد مثل ما على طول بنقول يعني، يكون عنا قلب رحوم تنطلع باللي حوالينا، يلي ناس ضاقت فيهم الدنيا، يلي في ناس تركت شغلها، يلي في ناس عم تتعذب اليوم تتقدر تعمل ولادها. بليز كونوا انتو صوتهم، وكونوا يعني فكرهم وقلبهم محل ما انتو توصلوا صوتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر انكم تساعدون، انكم تعلوا الصوت، لانه زينا اليوم مجتمعنا عم بعيش عم نشوف كثير اشياء ايام حياته. وبس بدي شدد كمان على شغله يعني، نشوف اللي حوالينا ونساعد اللي حوالينا، وما ضروري نفرجه على يعني. مهم كثير نكون عندنا نكون قدوه يمكن بحكم نحن البيجز تبعنا، مهم انه نفرجه شو عم بيصير يمكن، او انه قد ايه في بعض الناس عم بتساعد. بس كمان ما ناخذها هيدا انه نحن مثل دعايه لنا. صح. عرفت انه هون في خيط رفيع بالموضوع. ايه. ايه. يعني ما نتاجر بهذا الموضوع. صح. شو بدك تعطيني رسات هلا هيك هيني؟ يلا شعبي الصيفي شو بدك عزوقك؟ هلا نحن مع الصيفية يعني، بتحس العالم عم تركض شوي على السلادات اللي هي ممكن تحطيها هي لحالها تاكليها من عشية، او ممكن كمان اذا عاملة باربيكيو او شيء تكون هيك منعشة شوي. صح. فمن السلادات اللي عملتها واللي هلا حتشوفوها قريبا، كوسة مبروش او مقطع مثل ما بتحبوا. عن جد الكوسة ناي كتير طيب بالسلاد يعني، بيعطي طعمة هيك قرشة اذا بدك طيبة. صح. كوسة مع خيار ينبرشوا مع بعض، بينحط حواليهم فريز او كمان مشموش دراء، بعد شوي بصير كمان طيب يعني. دائما هيدا الفواكه بس تخلطيها مع صوص حامضه شوي مع كثير تطلع طيبه. انا كمان كثير بحب اعتمد بالسلاد الحبوب السيدز يعني، البذر البذور اذا بدك، بذر دوار الشمس، بذر لقطين، هولي دائما هيك عندي رشه على السلاد. وجبنه اللي هي هلا عم بعتمدها كثير فريش لانه بالصيفيه، اللي هي الموتزاريلا الفريش موتزاريلا. والصوص تبعها مش بحاجه انها تكون كثير كونسنتري كثير باستو، لانه في ناس وانا منه ما كثير بحب الحبق كطعمه حبق، مع انه اصحابي بيتفاجئوا. بس هيدا السلاد الصوص سوري هي حبق حامض عسل موتارد ديجون او موتارد العادي، هلا اذا بدك بعطيك المقادير، ثوم، وبتخلطيهم كلهم سوا مع بعضهم على البلندر اكيد مع الزيت ملح وبهار.
هيدا هي. تخيل طعمك بتطلع كتير كتير طيبة، ما يعني ما عندك طعمة حدية الحبق أو طعمة الحبق القوية. أوكي. بنفس الوقت كسرتيها أنت بالعسل والخردل والثوم. الثوم عن جد يعني فيك تحط حص صغير، فيك يمكن ما تحطي، بس طعمة الثوم مع هالأكلة كتير بيطلع طيب. غريبة لأنه كتير غريبة وكتير طيبة. أوكي. زينب بتخترعيهم؟ هيدا ايه هيدا ركبتها يعني، لكن بالنهاية انت فيك تشوفي كل شيء اونلاين وعلى السوشيال ميديا وعلى الويب سايت، بس بتجيبي شيء من هون شيء من هون تجمعيهم مع بعض. يمكن هيدا الصوص هي اصلا لسلات تانية جربتها على هيدا فجأت انه طلعت كتير طيبة مع بعضهم سو عملتها. فواحدة من الاشياء التانية كمان هلأ الاشياء الغريبة اللي هي الباستا مع شمندر والتشيز اللي هي تشيز ان كانت فتة او موتزاريلا. صوص عبارة عن ماجي ميكس، بديك شمندر، ثوم، زيت، حامض، ملح وبهار، بينطحنوا كلهم مع بعض. ما بتتخيل الكومبينيشن بين طعمة الشمندر وطعمة الحامض والثوم معه، كأنك عم تاكل شمندر متبل، بس انت رجعت اخذت هالتتبيلة هيدا اللي عملتيها كتير مطحونة ناعم وخلطتيها مع الباستا اللي اوريدي سلقتيها، حيالا نوع باستا. واو. خلطتيها اول شي صارت موف، لونها كتير حلو. بعدين رشيت عليها الجبنة البيضة اللي هي حيالة نوع، بس أكيد الفتة هي بتعطيها طعمة حموضة طيبة. أوكي. يعني بتكون مالحة شوية الجبنة وكليا. That's it. واو. بس بترشي عليها من فوق، فيك تحطي، أنا استعملت شوية شومر. شومر كمان من الأعشاب يلي أنا بجيبها بفرزها مثلها مثل الحبق مثل كيف كمان بتتقطع مثل البقدونس وبتتفرز بتبقى خضرة. بتبقى كتير منيحة بهيك كيس بالفريزر وبتستعمليها كان بالعجة أو بالسلادات أو هلأ عم بتصير هيك شوي موضة يعني. صح. ايه. فهيك هيك ريسيبيز يمكن غريبة شوي بس كتير هينة وبنطلع شوي من القصص التقليدية اللي عادة نعرفها. حلو كتير. لكن العنوان هو ماما زي كيتشن على انستغرام، عملوا لها فولو وتتعرفوا كل أخبارها وتتعرفوا بالتفصيل كيف ممكن نعمل رسيتات طيبة وهينة وشو بدي لكم يعني. بترجعوا بتقولوا اليوم بعمل هيدي لا بعمل هيدي، يعني بتصيروا ضايعين أي واحدة تكون تعمله. والحلو أنه زينب بترد على كل الناس كمان، فيكم تبعتوا لها أي مساج بتتواصل معكم. زينة شو عبالك تحقق بعد؟ ليك المشاريع هيك والاحلام مثل ما بيقولوا كتير كبيره، بس انه واحد هلا بهالفتره هي بده يمشي خطوه خطوه. الخطوه هي من بعد ما مازي اذا الله راد، يعني هيك برامج متعلقه بالطبخ، مش ضروري يكون انا بالواجهه للبرنامج، بس انا بحكم شغلي وحبي للطبخ فانا قادره اجمع هالشغلتين مع بعض، يعني كبروديوسر بالتلفزيون وبنفس الوقت انه عندك هالباشن بالاكل، وبنعرف قد ايه برامج الطبخ عم بتكون حلوه وعم بحب العالم. فهيدا مشروعي انه ادمج بين الاثنين الله راد قريبا، وان شاء الله هيك برامج تحبوها ان شاء الله يا رب. شكرا لك زينة جبراي حداد. كلمة أخيرة للمشاهدين. أول شيء مرسي لك، ثانك يو لك إنه هيك حبيت نجتمع ونرجع هيك نعرف الناس على ماما زي، ونحن عن جد هيك أصحاب من أيام الجامعة وهيدي الصداقة بتبقى هيك على طول. وبدي أقول للناس انطرونا أكيد بريسبيز جديد بأشياء شوي غريبة وبنفس الوقت كتير هينة، ما تخافوا من روسات غريبة وروسات جديدة، بالعكس هو الأساس هين كتير بيكون، ومثل ما قلتوا يعني وشددنا ستيب باي ستيب تطلع كتير طيبة. صح. ولازم تجربوا أكيد يعني ما أكيد ما تخافوا أبداً أبداً. شكرا لك زينة، أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. لكن هيدي كانت حلقتنا لليوم مع زينة جبراي الحداد، عملوا لها فولو على ماما زي كيتشن إنستغرام بيج، وأكيد بتصيروا تشوفوا كل أخبارها وكل أكلتها الطيبة والهينة والمش مكلفة، وهيدا أهم شيء. بآخر هالحلقة بدي أشكر يارا زكريا بيوتي سبيس. بكرة حلقة جديدة، إلى اللقاء.